يا استاذ سيد. نعم يا باشا. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الله يكرمك يا باشمهندس. منين بالظبط؟ بالنسبه للمتضررين من الصرفه المغطاه دي. اه. وكان عندنا يعني ثمن الاتلاف اللي تلفوه. ايوه. مبلغ يعني بالنسبه تلف ارض زراعيه في القصب وكذا وبتاع، ولينا سنتين لسه لحد ما صرفناش. انت منين يا حاج سيد بالظبط؟ من اسوان مركز ادفو. اسوان ادفو. ايوه. طب وانت الجيران بتوعك صرفوا ولا انت الوحيد اللي ما صرفتش؟ لا احنا المنطقه اللي انا فيها لسه، بس المنطقه القديمه صرفت. القديمه صرفت. انت فين في ادفو بالظبط؟ انا في الغنيميه. فين؟ في الغنيميه. الغنيميه قريه. تمام. الغنيميه. خلاص حاضر، هتابع مع السيد وكيل وزاره الري والصرف ونشوف. نعم. انتم ليه متاخرين عليكم في التعويضات بتاعت الاماكن اللي تم استغلالها في الصرف الزراعي. حاضر. ليك طلب تاني يا حاج سيد؟ نعم. بالنسبه للمناطق اللي جنب مين الجوره دي ناس صرفت. خلاص المعلومه وصلت لي وهتابعها وهرد عليك النهارده ان شاء الله. بشكرك. تمام. بشكرك حاج سيد من اسوان ادفو.